أخبار العالم بوجيز من قناة الجزائر الدولية، مرحبا بكم. أصدرت الجزائر بمعية الأعضاء 10 المنتخبين في المجلس الأمن بيانا مشتركا أعربوا فيه عن قلقهم العميق إزاء تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، وأدانوا من خلاله دوامة العنف الحالية، كما دعوا إلى وقف فوري لجميع الأعمال العدائية داعين جميع الأطراف إلى احترام التزاماتهم بموجب القانون الدولي. قضت محكمة العدل الأوروبية بأن المفوضية الأوروبية انتهكت حق شعب الصحراء الغربية في تقرير المصير بإبرام اتفاقيات تجارية مع المغرب. وقد حكمت محكمة العدل الأوروبية ببطلان اتفاقية الصيد والزراعة الموقعة بين المغرب والاتحاد الأوروبي عام 2019، والتي امتدت لتشمل منتجات الصحراء الغربية. من جانبها، أكد ممثل جبهة البوليساريو المكلف بملف التقاضي أمام المحكمة الأوروبية أبي بشرايا البشيرة أن قرار محكمة العدل الأوروبية انتصار عظيم للقضية الصحراوية في معركتها القانونية من أجل وضع حد لنهب ثروات الشعب الصحراوي. هدد زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون باستخدام الأسلحة النووية إذا تعرضت سيادة بلاده للتهديد. كيم قال خلال زيارته لقاعدة تدريب عسكرية إن قواته سوف تستخدم الأسلحة النووية دون تردد إذا تعرضت بلاده لهجوم من كوريا الجنوبية وحليفتها الولايات المتحدة. أكد وزير الداخلية الجزائري إبراهيم الراد بإيطاليا أن معالجة ظاهرة الهجرة غير الشرعية لا يمكن تصورها ضمن تدابير ظرفية، وإنما يتطلب ذلك رؤية شاملة تعنى أساساً بمعالجة أسبابها الجذرية عبر توفير عوامل الأمن والاستقرار ودعم التنمية بدول المصدر. وفي كلمة له خلال اجتماع وزراء الداخلية لمجموعة السابعة المنعقد بمدينة ميرابيلا إكلانو، قال مراد إن هذا هو المنظور الذي تنادي به الجزائر، والذي يقوم على العلاقات بين الأمن والتنمية، حيث تواصل الجزائر بقيادة الرئيس عبد المجيد تبون مساعيها الرامية إلى مرافقة الجهود التنموية في الدول الإفريقية بما في ذلك وبالأخص المناطق الحدودية من خلال المشاريع المهيكلة وأنشطة التعاون والتضامن في المنطقة. وأكد المرفع عن قضية التنمية في إفريقيا في كل المحافل. نهاية وجيز، إلى اللقاء.